غالبا الواحد كده ممكن يقعد يفكر هي ايه اهم حاجة في الحياة، رغم ان السؤال ممكن يبدو للبعض سهل، بس هو مش سؤال سهل خالص، هو سؤال صعب جدا، لانه هذا السؤال كمان بنكتشف كل ما الواحد بيكبر ان هو بيتغير مع الحياة. يعني في بعض الاوقات بيبقى اهم حاجة في الحياة مثلا الفلوس، وبعد كده بعد شوية تبقى اهم حاجة في الحياة الحب، وممكن في فترة من الفترات يبقى الأصحاب، وبعدين تقرر تقول لا الشغل هو أهم حاجة، العيلة، ممكن تعدي بموقف تاني تكتشف إنه لا ده الصحة، الصحة والستر هم أهم شيء في الدنيا لأنه مفيش حاجة بتعوضهم. فكل شوية أولويات الواحد في الدنيا أو أهم حاجة في الحياة بتتغير، سواء بقى على حسب المرحلة العمرية، الظروف اللي بنعدي بيها، التغيرات اللي ممكن تطرق على الإنسان بسبب المواقف اللي بيعدي بيها. فكرنا وقلنا مين اكتر حد او انسب حد يقول لنا ايه هي اهم شيء في الحياه، هي الناس اللي يعني اللي عندها خبره او اهالينا الاكبر سنا اللي قطعوا يعني شوط في الحياه، ونعرف منهم بعد رحله العمر ورحله وهذه الرحله في الحياه، الحياه عملت فيهم ايه ورتبت اولوياتهم ازاي. ايه الحاجة اللي حضرتك كنت فاكرها في سن اصغر مهمة وطلعت مع الوقت مش مهمة زي ما انت كنت فاكر ولا حاجة؟ لا كان دايما احنا صغيرين كان في احلام كتير ان الواحد مثلا يبقى عنده عربية وفيلا ومش عارف ايه الكلام الفاضي دوت، لكن لما كبر واشتغل واجتهد واتجوز وخلف بقى في اهتمامات اكتر من الكلام الفاضي ده كله، ان هو تربية ولادي، ان يكون ولادي تربية صالحة للمجتمع ولنفسه. المال مو كل شيء بالحياة، في الصحة أهم، في السعادة، في الحب، كله أهم من المال. مش كل حاجة تستاهل التضييق والتفكير استمتع بكل لحظة في حياتك، لأن الحياة حلوة وقدامك سنين طويلة لازم تستمتع بيها، ما تفوتش دقيقة. حاجة في حياتك واحدة ندمت عليها قوي وتنصح غيرك خدوا بالكم؟ أقول له ما تضيعش الفرصة دي وما تترددش، لو طالما حسيت بالإنسان اللي انت قابلته في حياتك ده وان انت منسجم معاه وان انت متفاهم معاه، ما تضيعش الفرصه دي، ما تسيبهاش، امسك فيها وتمسك بيها. يعني حصل في حياه حضرتك ان انت ضيعت الفرصه دي قبل كده؟ اكيد طبعا، وضيعتها فعلا بصراحه، يعني ان اختار صح بس شريك الحياه. يعني لو انا نسيت اذكر الله سبحانه وتعالى في اي وقت، الذكر لله سبحانه وتعالى، فالحاجة اللي ممكن أن أكون ندمت عليها وأنا كبير الخيار المهني اللي أنا خدته والدراسة اللي أنا عملتها، وكنت أتمنى أن أمشي في طريق تاني خالص. إيه سر السعادة في الدنيا؟ صحتك دي أهم حاجة، لازم تحافظي على صحتك، لأن الصحة دي أنا اكتشفت أنها أهم حاجة في الحياة، ولازم الواحد يحافظ عليها علشان بني آدم تقيل، فلو انت تعبتي او كده اللي حواليك هم اللي هيشيلوا وهيتعبوا. اهم حاجه الدرس في الدنيا دي كلها هو جبر الخواطر. امي وابويا الله يرحمهم رحمه واسعه وحشوني قوي، عشوني، نفسي انام في حضنك يا امي الله يرحمها.